السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد على قناتكم قناة بحبك يا بلادي. ماذا قال عمر السومة عن منتخب سوريا الحبيب وعن مشاركته في كأس آسيا المقبل بالإمارات؟ قبل أن أدخل في تفاصيل الخبر أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من الزرار الأحمر أسفل الفيديو كي تدعمونا وكي يصلكم كل جديد. قال عمر السومة إن منتخب سوريا سيشارك في بطولة كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات مطلع العام المقبل بهدف المنافسة على اللقب. وأضاف السومة في تصريحات صحفية أن منتخب بلاده تطور كثيرا تحت قيادة الألماني بريند ستينج، والذي ساهم خلال فترة قصيرة في ارتقاء المستوى الفني لسوريا. وأشار السومة إلى أن صفوف نسور قاسيون مكتملة قبل كأس آسيا، كما أن الإعداد كان جيدا وجميع اللاعبين وعدوا بتقديم أفضل ما لديهم لإسعاد الملايين من الجمهور السوري. وواصل: لن نرضى بأقل من الوصول إلى المربع الذهبي، كما أننا سندخل مباراة استراليا وفي رصيدنا 6 نقاط. وأكمل: ندرك أن منتخب استراليا تطور كثيرا ونحن كذلك، بالإضافة إلى أن ستينج درس كل منتخبات مجموعتنا، وتركيز سوريا سيكون على عبور مباراة تلو الأخرى. وكانت قرعة البطولة الأسيوية أوقعت المنتخب السوري في المجموعة الثانية رفقة بمنتخبات استراليا والأردن وفلسطين. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.